أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. حقيقة انجذاب المعادن إلى أجسام متلقي لقاح كورونا. بعد الجدل الواسع، كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حقيقة انجذاب المعادن إلى أجسام متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة أون. احتواء اللقاح على معدن الألمنيوم الذي يؤدي إلى انجذاب الأجسام المعدنية لذراع متلقي اللقاح كالمغناطيس، معربا عن دهشته من مثل تلك الشائعات المضحكة. وأضاف خلال مداخلته في برنامج كلمة أخيرة المثل يقول: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل. هل شرائح الألمنيوم التي تستهدف الحامض النووي والشفرة الوراثية قابلة للمغناطيس؟ بالطبع لا. وأضاف أن الصور المتداولة لهذا الانجذاب مفبركة وتهدف إلى الدعابة، موضحا أن بعض قليلي العلم لا يمكنهم اكتشاف الفرق بين الدعابة والضحك وبين العمل والجد والاجتهاد.